السلام عليكم. اليوم بدنا نشرح بـ experiment كيف نعمل determination لـ speed of sound in air using a loudspeaker and two microphones connected to channels of oscilloscope. عنا هون اثنين channels، channel 1 موصولي على أول مايكروفون و channel 2 موصولي على تاني مايكروفون. الأوسيلسكوب هون بعده مش داير، و low frequency generator بس ندوري. بنلاحظ هون انه الفريكونسي له نص كيلو هرت او 500 هرت اذا بدنا، فاذا اللاود سبيكر حيطلع sinusoidal ساوند ويفز، حنشوفهم هيك على الاوسيلوسكوب مثل ما شايفين قدامنا. المايكروفون عم يستقبل هذا الساوند على تشانل 1، فنحن لنطلع سبيد اوف ساوند ان اير نعرف نحن القاعدة انه هي بتساوي ال V بتساوي لامدا مضروبة بال F، والفريكونسي هون معناها انها 500 هرتز. فشو اللي بيبقى عنا نعمله انه نطلع اللامدا من خلال هذا الاكسبيرمنت. عندنا اذا بنثبت نقطة هون ومنحرك هذا المايكروفون اللي موصول على تشانل 1، شو بنلاحظ؟ بنلاحظ يعني لحتى نقطع ويف لينكث، او بمعنى تاني لحتى توصل اول كريست من الويف على هيدي النقطة اللي ثبتناها، نكون نحن شو عملنا؟ قطعنا لامدا كاملة. وبالتالي هيدي الديستانس اللي قطعناها يعني من هيدي النقطة لهيدي النقطة حتكون شو بتساوي؟ بتساوي لامدا. اوكي، هيدي كي ليتها لامدا حتكون يعني من البداية لعند مطرح ما وصل هيدا الميكروفون. طيب نحن هون واصلينه لهيدا الميكروفون على تشانل وحدة. طيب اذا بدنا نشوف هيدي اللمدة كيف تغيرت من دون ما نثبت نقطة، شو فينا نعمل؟ فينا نحط المايكروفون التاني على الشانل التاني ومنثبته ومنحرك مايكروفون واحد. اذا بنلاحظ هون اذا كبسنا على او اذا كانوا اثنين مايكروفونز بنفس بعد عن السبيكر مثل ما شايفين هون، وإذا كبسنا على كبسة الديول بتلاحظوا إنه الاثنين waves يعني confounded to each other. ليش؟ لأنه ما في مسافة بيناتهم. بينما إذا نبلش نحرك بالمايكروفون بتلاحظوا إنه بلش يخف الامبليتيود لهيدي الويف. فنحن لحتى نحصل على اللامدا حنضلنا نحرك هيدا المايكروفون لنشوف إنه صار اثنين waves in phase، بمعنى انه الماكسيموم على الماكسيموم والمينيموم على المينيموم. فبنلاحظ انه صار ماكسيموم على ماكسيموم ومينيموم على المينيموم، فاذا هيدي الديستانس هي بتكون بتساوي لامدا. ليش لامدا؟ لانه هني صاروا in phase for the first time. فاذا اللي هلا بدنا نعمله انه بدنا نقيس هيدي الديستانس بين هود اثنين مايكروفونز، هي بتكون equal to شو؟ to لامدا. فنحن بنعرف انه الفي بتساوي لامدا اف، فاذا بتساوي هذه الفريكوانسي هي نص مضروبة بألف لانه من كيلو هرتز لهرتز، ونضربها بهيدي الديستانس اللي هي لامدا. وليش ما نقسم على مية هون؟ لانه هي بالسنتيمتر، لنحولها لمتر بير سكند بيطلع جواب تقريبا 334.